عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، معكم وصل صادق في هذا الفيديو اليوم. إن شاء الله حبيت أنه أحدث الجميع عن قضية مهمة جدا، وهي التفكير بالتسجيل لـ IT Live القادم إن شاء الله. الموعد راح يكون يوم 23/24 آذار القادم. التسجيل ما زال مفتوح للجميع، ورابط التسجيل راح يكون إن شاء الله موجود في الديسكريبشن الخاص لهذا الفيديو. ليش IT Live راح يكون مهم ومفيد للجميع؟ أولا لأنه راح تلتقون بالخبراء في كل مجالات IT من داخل العراق ومن خارج العراق إن شاء الله. كل مجالات الاي تي راح يتم طرحها، وكل الامور التقنيه الخاصه باختصاصات الاي تي في كل النواحي يعني راح يتم الحديث عنها في محاضرات مستقله وفي جلسات حواريه. راح تستفيدون كثيرا ايضا من الحديث عن تجربه الاي تي بي السابقه والناس اللي شاركوا بها والخبرات اللي اكتسبوها من عندها. طبعا راح يكون عندكم فرصه مباشره انه تتحدثوا بشكل مباشر فيس تو فيس لكل الناس المختصين بهذا المجال. أنا متأكد أنه الكثير من أسئلتكم وكثير من استفساراتكم راح تكون حاضرة هناك، وراح تجدون الإجابات المناسبة لها إن شاء الله. فأتمنى من الجميع المسارعة على التسجيل، اللي سجلوا مبروك عليكم إن شاء الله، وراح يجيكم القبول إن شاء الله في الأيام القادمة القليلة القادمة. الإخوان اللي ما سجلوا لحد الآن فأتمنى أنه يسارعوا بالتسجيل، وشكرا جزيلا وتوفيق للجميع إن شاء الله.